يأتي ذلك الرجل إلى الإمام المجتبى صلوات الله عليه، رجل يعيش في الشام، معاوية ملأ الشام بالدعايات ضد أهل البيت صلوات الله عليهم، ملأ التاريخ بالأكاذيب. هذا التاريخ اللي عندنا اللي كتبه عار السلاطين، هذا مليء بالأكاذيب، ما يمكن واحد يعتمد على هذا التاريخ. فمعاوية شحن الأجواء ضد أهل البيت، وشحن الأجواء ضد ذرية أهل البيت صلوات الله عليهم. هذا الرجل يعيش في الشام، لا يعرف الإمام، مو مطلع على أوضاع الإمام، يأتي إلى الإمام في المدينة، يشاهد الإمام، فيبدأ بشتم الإمام صلوات الله عليه، لأنه ما يعرفه. ولكن الإمام صلوات الله عليه قابله بتلك الأخلاق الرفيعة، بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله، وإنك لعلى خلق عظيم، تبسم في وجهه وقال طبقا لهذه الرواية: أظنك غريبا، كأنه أنت مو أهل هذا البلد، مو أهل المدينة، ولعلك شبهت، لعل معنى هذه الكلمة لعلك أردت شخصا آخر وأخذت تشتمني مكانه، لو سألتنا أعطيناك، إذا تريد شيء إحنا نعطيك، ولو استرشدتنا أرشدناك، وإن كنت جائعا أطعمناك، وإن كنت محتاجا أغنيناك، وإن كنت طريدا آويناك. وأخذ يتكلم الإمام بأمثال هذا الرجل الذي كان يعيش في ذلك الجنة، فوجئ بهذا الموقف من الإمام، فقال: أشهد أنك خليفة الله في أرضه، الله أعلم حيث يجعل رسالته. لأنهم ما كانوا يعرفون أهل البيت، وإلى الآن الذين لا يعرفون أهل البيت، لا يعرفون حقيقة أهل البيت، إذا عرفوا هذه الحقيقة، إذا عرفوا هذا النور، تجدون أنهم يؤمنون بهذا المذهب وبهذا الدين وبهذه الصفوة الطاهرة التي لا نجد في تاريخ البشرية من يضاهيهم في علمهم وأخلاقهم وصفاتهم. لا يقاس الحلم بالجبل، لا قيمة للجبل في مقابل حلم الإمام المجتبى، ولا قيمة للبحر في مقابل كرم الإمام المجتبى، ولا قيمة للسحاب في مقابل جود الإمام المجتبى صلوات الله عليهم. من قاس جدواك يوما بالسحب أخطأ مدحك، السحب تعطي وتبكي وأنت تعطي وتضحك. بكى عندما أعطاه الإمام ما أعطاه، فقال له: على ما ببالي أنه لماذا تبكي؟ هل استقللت العطية؟ فقال: لا، ولكن أبكي لأنه كيف يغيب التراب هذا الكرم وهذا الجود وهذه النفسية الرفيعة.